بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نكملوا الأسئلة اللي كتعلق بلي شابيتر كاملين ديال لو ديرني جور دان كونداني الخاصة بالأولى بكالوريا، وغادي نديروا إن شاء الله أسئلة كتعلق بلو شابيتر 23. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: où se trouve la prison de la conciergerie؟ يعني فين كاين السجن ديال لا كونسيرجوري؟ واش au rez-de-chaussée de la Bastille، يعني في الطابق الأرضي ديال لا باستيل، ولا au rez-de-chaussée de la prison de la santé de Paris، يعني في الطابق الأرضي ديال السجن ديال الصحي في باريس، ولا au deuxième étage du palais de justice de Paris، يعني في الطابق الثاني ديال قصر العدالة اللي في باريس، ولا au rez-de-chaussée du palais de justice de باغي، يعني في الطابق الأرضي ديال قصر العدالة اللي كاين في باريس. إذا الجواب غيكون هو الجواب الرابع. نمشيو للسؤال الثاني: كي اونتر دون لو ريتشوسي دو بالي دو جوستيس دابخي لو ناراتور، يعني شكون اللي دخل الطابق الأرضي ديال قصر العدالة من خلال الرواية ديال الراوي؟ واش لي زافوكا اي لي تيموا، يعني المحامون والشهود، ولا سو كي كوندان اي سو كي سون كونداني، يعني هادو اللي غادي يعني يسجنوا او السجانون وهادوك اللي مسجونين، ولا سو كي ترافاي او زارشيف، يعني هادوك الناس اللي خدامين في الارشيف ديال المحكمه، ولا لي سيدويان كي فيان اسيستي او سيونس، يعني المواطنون اللي جاوا باش يحضروا الجلسات. اذا الجواب غيكون هو الجواب الثاني. نمشيو للسؤال الثالث: كيل ايشانج فا اتر اوبيري اونتر لويزيي اي لو ديريكتور، يعني شنو هو التبادل اللي غادي يكون ما بين الحاجب وما بين مدير السجن؟ واش لو طاباك كونتر ان بريكي، يعني واحد السيجاره مع واحد البريكي، يعني البريكه يعني الولاعه، ولا لو كونداني امور كونتر ان فورسا، يعني هاد السجين اللي حنا بصدد الدراسه ديالو ضد يعني مع واحد السجين اخر، ولا لو كونداني qui va être exécuté contre le nouveau condamné à mort، يعني هاد السجين اللي غادي يتعدم مع واحد السجين جديد، ولا يعني واحد يعني المحكوم عليه بالاعدام الجديد، ولا le condamné à mort contre un délinquant، يعني واحد هاد المحكوم عليه بالاعدام مع واحد الجاني. اذا الجواب غيكون هو الجواب الثالث. نمشيو للسؤال الرابع: où est-ce qu'on a déposé le condamné à son arrivée، يعني فين تم الايداع ديال هذا المسجون من خلال الوصول ديالو؟ واش دون زون بتيت كور، يعني في واحد المحكمه صغيره، ولا دون زان بتي كابيني، يعني في واحد البيت صغير، ولا دون زان بتي باسيو، يعني واحد الفناء صغير، ولا دون لو كولوار، يعني في واحد الرواق؟ اذا الجواب غيكون هو الجواب الثاني. نمشيو للسؤال الخامس: كي لوم كي تي دون لا سيلول دي ناراتور، يعني شكون هذا الراجل اللي كاين في الزنزانه ديال الراوي؟ واش لو ديريكتور اللي هو المدير، ولا لو جوندارم اللي هو الحارس السجن، ولا لويزيي اللي هو الحاجب، ولا لو نوفو كونداني امور، يعني السجين او المحكوم عليه الجديد، المحكوم عليه بالاعدام الجديد؟ اذا الجواب غيكون هو هذا المحكوم عليه بالاعدام الجديد. نمشيو للسؤال السادس: كيل ديسكريبسيون في لو ناراتور دو سو نوفو كونداني امور، يعني شنو هو الوصف اللي عطى الراوي لهذا المحكوم عليه بالاعدام هذا يعني الجديد؟ واش اون ديسكريبسيون نوتر، يعني واحد الوصف محايد، ولا اون ديسكريبسيون افونتاجوز، يعني واحد الوصف يعني جيد، ولا اون ديسكريبسيون فالوريزونت، يعني واحد الوصف ذا قيمه، ولا اون ديسكريبسيون دي فالوريزونت، يعني واحد الوصف بدون قيمة، يعني ما عطاش قيمة؟ إذا الجواب غيكون هو الجواب الرابع. شو السؤال السابع: كو سينيفي لو مو فخيوش، يعني علاش كيدل هاد أو علاش كدل هاد الكلمة ديال فخيوش؟ واش أن نوم سون أوكين فرانشيز، يعني واحد الرجل ما عندوش أي امتياز، ولا أن كونداني أبيربيتويتي، يعني واحد السجين محكوم عليه بالمؤبد، ولا أن نوم كونداني أوفخي، يعني واحد الرجل اللي محكوم عليه على حساب المصاريف او يعني الديون، ولا ان كونداني امور، يعني واحد محكوم عليه بالاعدام؟ اذا الجواب غيكون هو الجواب
الرابع مشو السؤال الثامن كيل لونغ بارل لوفخيوش، يعني اش من لغه كيتحدثها هذا لوفخيوش، واش لوكسيتون ولا لوباسك ولا لوبريتون ولا لارغو. نمشيو الاجوبه او الجواب مباشره اللي هو لارغو، يعني كان كيتحدث الدارجه. نمشيو للسؤال التاسع كيس كي لاغيفي او بير دي فريوش، يعني شنو وقع للاب ديال هاد لوفخيوش هذا، واش ال سي سويسيدي يعني انتحر، ولا الى ايتي تيي باغ دي فولور يعني قتلوه دوك السارقين، ولا الي دوفوني فو يعني فقد العقل ديالو، ولا الى ايتي بوندي يعني تم يعني الشنق ديالو. اذا الجواب غيكون هو الجواب الرابع. نمشيو للسؤال العاشر كي دوفوني لوفخيوش الاج دو 17، يعني شنو وقع لهاد لوفخيوش في اللاج ديال 17 سنه، واش ان دروغي يعني ولا واحد كياخذ المخدرات، ولا ان بوستيون يعني ولا هو السائق ديال العربه ديال البريد، ولا ان ناساسا يعني ولا واحد القاتل، ولا ان فولور اللي هو واحد السارق. اذا الجواب غيكون هو الجواب الرابع. نمشيو للسؤال الحادي عشر اكوا اي بور كومبيان داني اتون كونداني لوفخيوش لا بروميير فوا الاج دو 17، يعني فين وشحال ديال السنوات تحكم على هذا لوفخيوش هذا اول مره فاش كانت عنده 17 سنه، واش على بريزون كوريكسيونيل بور 15 يعني في السجن الاصلاحي لمده 15 سنه، ولا او غالير بور 15 يعني في السفن الحربيه او دوك السفن اللي كيسجنوا فيها يعني كيكونوا فيها السجناء لمده 15 سنه، ولا على بريزون كوريكسيونيل بور 10 يعني في السجن الاصلاحي لمده 10 سنوات، ولا او غالير بور 10 يعني في السفن يعني في لمده 10 سنوات. اذا الجواب غيكون هو الجواب الثاني. مشو للسؤال الثاني عشر ابري سا سورتي دو باني لوفخيوش اتيليتي انسيري دون لا سوسيتي، يعني من بعد الخروج ديالو من السجن واش لوفخيوش يعني قدر يندمج في المجتمع. وي الى تروفي دو ترافاي فاسيلمون، يعني نعم لقى العمل بسهوله. ولا نو توت لي بورت سون ريستي فيرمي، يعني لا جميع الابواب تبلعت في الوجه ديالو. لا نو لو كونداني ا روفيزي لوي ميم لانسيرسيون، يعني لا لان السجين براسو ما بغاش هذا الاندماج داخل المجتمع. ولا وي اون لوي دوني ان تيران بور سون اتولي، يعني نعم تم اعطائه يعني واحد الارض باش يخدم الورشه ديالو. اذا الجواب غيكون هو الجواب الثاني. نمشيو للسؤال الثالث عشر اكوا في كونداني لوفخيوش لا سكوند فوا اي بور كيل كريم، يعني علاش تم السجن ديال لوفخيوش المره الثانيه واش من جريمه اقترف، واش كونداني امور بور افوار تيي دي زونفون يعني تحكم عليه بالاعدام حيت قتل بعض الاطفال، ولا لا غالير لي غالير عفوا ا بيربيتويتي بور افوار تيي 3 بيرسون، يعني سجن في السفن يعني اللي كيتم السجن ديالو السفن الحربيه المؤبد بور افوار تيي يعني قتل ثلاثه ديال الاشخاص، ولا 30 طون دو بريزون فيرم يعني 30 عام ديال السجن المغلق، ولا لي غالير ا بيربيتويتي بور افوار فولي دو بان يعني السفن يعني تسجن في السفن الحربيه المؤبد لانه سرق الخبز. اذا الجواب غيكون هو لي غالير ا بيتويتي بور افوار فولي دو بان. نمشيو للسؤال الرابع عشر بوركوا لا بان ايتي تيل تري لورد بور لو فريوش لا سكوند فوا، علاش هاد العقوبه هادي يعني جات ثقيله على هاد لو فريوش المره الثانيه. كار لو فريوش ا ريسيديفيزي، يعني حيت هاد لو فريوش هذا رجع، ولا كار لو فريوش ا تيي دي زونفون يعني حيت هاد لو فريوش هذا قتل الاطفال، ولا كار لو فريوش سي موكي دو لا كور يعني هاد لو فريوش هذا يعني سخر من المحكمه، ولا كار لو فريوش ا انسولتي لو جوج يعني هاد لو فريوش هذا اهان القاضي ديال المحكمه. اذا الجواب غيكون هو لانه رجع للسجن مره اخرى. نمشيو للسؤال الخامس عشر كيسكو لوفخيوش افي ابري لا دوزيام كونداناسيون، يعني شنو دار هاد لوفخيوش من بعد يعني السجن ديالو الثاني، واش ال سي غوبونتي يعني بغى يتوب، ولا يعني تاب عفوا، ولا ال سي ايفادي يعني هرب من السجن، ولا الى في بروف
دو بون كونديت يعني بين على واحد السلوك جيد داخل السجن ولا الى طونتي دو سو سويسيدي يعني حاول باش ينتحر. اذا الجواب غيكون هو ايل سي ايفادي يعني هرب من السجن. شو السؤال السادس عشر كومبيان ياتيل دو ناراتور دون سو شابتر يعني شكال عفوا شحال كاين ديال الروات في هذا لو شابتر 23 بالضبط واش دو ناراتور يعني جوج ولا او كان ناراتور يعني ما كاين حتى شي راوي ولا تخوا ناراتور يعني كاين ثلاثه ديال الروات ولا ان سول ناراتور يعني كاين واحد الراوي. اذا الجواب غيكون هو دو ناراتور. نمشيو السؤال الخامس عفوا السابع عشر كومون طالون نو ابلي لو ريسي دو فريوش يعني كيفاش غادي نقدروا نسميو هاد الخطاب ديال هاد لو فريوش واش ان ريسي بريليمينير يعني واحد خطاب مبدئي ولا ان ريسي اون شاسي يعني واحد الخطاب مغروس ولا ان ريسي كادر يعني واحد الخطاب مؤطر ولا ان ريسي تيموانياج يعني واحد الخطاب ك يعني شاهد. اذا الجواب غيكون هو الجواب الثاني. مشو السؤال الثامن عشر كي دوفوني لو فريوش ابري سون نيفاسيون يعني شنو وقع لهاد لو فريوش من بعد يعني شنو ولا هاد لو فريوش من بعد الهروب ديالو من السجن واش ولا بحار يعني رجع بحار ولا ام بيغات ولا قرصان ولا ام مونديون ولا متسول ولا ام ناساسان يعني ولا واحد القاتل. اذا الجواب غيكون هو الجواب الرابع. مشو السؤال تسع عشر كيل في لا ديغنيغ كوندوناسيون دو فريوش يعني شنو دارت وشنو وقع يعني شنو وقع لهاد لو فريوش في اخر اعتقال ديالو واش لا غيوتين اللي هي المقصله يعني قطعوا الراس ديالو لا لي غالير رجعوه ثاني يعني السفن الحربيه ولا لي ترافو فورسي ا بيربيتويتي يعني الاشغال الشاقه المؤبده ولا لا بريزون ا بيربيتويتي يعني السجن المؤبد. اذا الجواب غيكون هو الجواب الاول. نمشيو للسؤال الاخير كيلي شونج لو فريوش اتيل في افيك لو ناراتور يعني شنو هو التبادل اللي وقع ما بين لو فريوش وما بين الراوي واش لافيست دولين كونتر لابيل غودينيوت يعني واحد الفيستا واحد الجاكيت ديال الصوف مع واحد لابيل غودينيوت ولا جي طباك كونتر اون بيب يعني السجائر مقابل واحد يعني واحد الشيشه ولا دي سوليي كونتر دي بوت يعني الاحذيه مقابل احذيه يعني الانواع ديالهم بجوج ولا جي طباك كونتر دي غون دولين يعني التدخين مقابل القفازات ديال الصوف. إذن الجواب غيكون هو الجواب الأول. إذن هنا وصلنا لآخر سؤال على هذا لو شابيتر 23. إن شاء الله غادي نشوفوا أسئلة أخرى كتعلق بلو شابيتر 24 حتى نكملوا جميع لي شابيتر ديال هذا لو ديرني جور دان كونداني. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. شكرا على المتابعة ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.